عزة، طاقة اسمك رقم واحد، طبعه مائي، كوكبه الشمس، يوم السعد الأحد، الحجر الكريم الملائم الياقوت والعنبر. السورة القرآنية المناسبة هي سورة الانفطار. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا رحمن، يا مؤمن، يا مهيمن، يا مقيت، يا جليل، يا ولي، يا واحد، يا أول، يا رشيد، يا صبور، يا مجيب. أنت إنسانة اجتماعية طموحة، تهتمين بمشاكل الآخرين، لديك ولاء كبير للعائلة، وتسعين دائما لإرضاء كل من حولك، متحملة للمسؤوليات الصعبة، فنانة وموهوبة في أعمالك، تهتمين بكل ما هو جميل ونادر، منطقية وواقعية في تفكيرك، ذات سخاء وكرم. تحملين ثلاث عناصر في اسمك: عنصر الماء، وعنصر الهواء، وعنصر النار. لديك روحانية عالية، كما لديك سفر في حياتك، وقد تعيشين بعيدة عن أهلك، محظوظة ماديا، تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.